السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من شؤون إقليمية. أعود وأرحب بضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي السوري السيد ياسر النجار. سيد ياسر، مرحبا بك معنا. حياكم الله. أنا إذا من وجهة نظرك، ما هي الأطراف الرابحة؟ نبدأ بالأطراف الرابحة من قرار ترامب إذا تم تنفيذه على أرض الواقع بسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. يعني بداية أريد أن أعلق على أن ترامب فاجأ الجميع بما فيهم الأصدقاء والأعداء، يعني لذلك الجميع يعد العدة من جديد ويعيد حساباته من جديد حول السيناريو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المناطق السورية. حتى بوتين يعني في خطابه السنوي المؤتمر الصحفي كان مترددا، هو قال يعني لطالما روسيا كانت تدعو الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من سوريا لكونها وجودها غير شرعي، ولكن هو يعني تفاجأ بالانسحاب وقال يعني لسنا متأكدين، وعلق أيضا في نهاية المطاف أنه سينتظر حتى ينتهي الانسحاب. ولافروف رحب، هو مضطر أن يرحب حتى لو كان في خلط الأوراق. خلط الأوراق فعلا كان شديد عليهم ووقع وقوع الواقع على رؤوسهم، ولكن في نهاية المطاف بدأوا يعيدون الحسابات من جديد. أنا بتصوري روسيا كما ذكرنا في البداية هي الآن مقبلة على احتمال خسارتها يعني للحليفين المتواجدين في الأسيتانة، أنا أتكلم عن تركيا وإيران، بسبب التجاذب حول الصفقة أو الإرث الميراث. يعني رابحة أم خاسرة؟ نتحدث عن الرابحين الآن. روسيا في نهاية المطاف هي يعني دولة لها نفوذ أصبحت في سوريا، الملف السياسي تملكه وبفراغ يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ستملك الملف العسكري أيضا بفراغ من الولايات المتحدة تكريس الأمريكية، للفراغ ولكنها لا تستطيع أن تنهي الأزمة كما تريد. يعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تتدخل بأي لحظة وتخلط الأوراق من جديد. لذلك روسيا في نهاية الأمر تحاول أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تجرها إلى ملف سياسي تقبل به، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حتى هذه اللحظة تتمنى. وأنا بتصوري يوجد استراتيجية ولكن غير مفهومة عند جميع الدول حول قرارات الولايات المتحدة الأمريكية في الحل السياسي في سوريا. بالنسبة لإيران، إيران الآن على المستوى التكتيكي استفادت، لأنها كانت تعاني من ضغوطات وحملة العقوبات الثانية كانت تؤرقها، وكان هناك هجوم كبير على كيف ستخرج إيران من سوريا. الآن خرجت أمريكا التي كانت يعني مطلبها الأول إخراج إيران، وبالتالي بدأت تتشدق بالإعلام وتقول أن وجودها أصيل ووجود الولايات المتحدة الأمريكية غير شرعي، وبالتالي يجب على الغير شرعيين أن يخرجوا. تركيا أنا بتصوري بسبب تحالفها وقراءة سياسية معمقة بعد العمليات العسكرية التي بدأتها في درع الفرات ومن ثم كملتها بغصن الزيتون والآن دخولها في إدلب، بدأت أصبحت على طاولة المفاوضات، أصبحت لها وجود حقيقي على الأرض. الآن ستتسع مساحة وجودها إلى أضعاف أو ضعف على الأقل، وبالتالي هي ستكون مكرسة إلى جانبين. واحد، قضت قضاء مبرما على الحلم القوات قسد بإيجاد دويلة منفصلة في مناطق شمال شرق سوريا تفصل سوريا عن تركيا كعمق، وبالتالي هذا أول استفادة. قضت بمجرد قرار الانسحاب؟ لا، هي يعني أنا يعنيني الآن عندما دخلت إلى عفرين استطعت أن تقضي على 50% من الحلم وصولها إلى المتوسط. الآن الحالة الحرجة التي وصلت إليها ما يعرف بقوات البي دي أو اليبي جي أو البيكاكا، هؤلاء جميعهم الآن مشغولين بأنفسهم من أجل الحفاظ على أرواحهم والحفاظ على مكتسبات بذلوها، ولم يعد يعنيهم الآن ولا يعني لا يوجد في خاطرهم الآن تكريس وجود الدولة أو وجود مشروع انفصالي، أصبح بعيد على عيونهم بشكل كامل. والسبب كما ذكرنا خلط الأوراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لإسرائيل في البداية هي قبل الكيان الصهيوني، الأسد أين موقعه من ذلك؟ يعني الأسد أنا بتصوري يجب أن نقول بعد كل الدول المتدخلة، لأن الأسد في نهاية المطاف هو ينتظر إلى يعني مكتسبات الدولتين الراعيتين له، وينظر إلى مكاسب إيران ومكاسب روسيا، ويريد أن يبحث عن مجال فيما بينهما من أجل تكريس وجوده. هو يخشى أن يكون هناك وبالنهاية المطاف ورقة للمساومة ويتخلون عنه، لذلك هو يعني يستفيد في حالة التجاذب الإيراني الروسي لكونه يعيش على مساحة الفراغ فيما بينه، ولكن في نهاية المطاف هو لن يكون متصدر المشهد بشكل كامل. صح، ممكن أن يكون قواته منفردة على الأرض ويقول أنني استعدت هذه الأماكن، ولكن لن يحظى بالنشوة التي حصل عليها في مناطق جنوب لن يحظى سوريا بالنشوة. ولكن إذا كانت روسيا وإيران من ضمن الرابحين من هذا القرار،
أليس بالنتيجة الأسد يعد رابحا؟ يعد رابحا يعني بالوكالة، ومن المفترض أن يكون بالأصالة لأن هذه سوريا وليست روسيا. نعم. أو إيران. ولكن كما ذكرت هو يعني سيستفيد من حالة التجاذب الروسية الإيرانية ليستفيد في حالة إبقائه، لأنه كما ذكرت إذا اتفقت الدولتان على حل سياسي فيمكن أن يكون هو ثمن لهذا الحل، أما إذا اختلفت الدولتان فهذا يعطيه عمرا أطول من أجل البقاء وتكريس وجوده بشكل مباشر. أنا أتكلم الآن على بشار أسد كرأس للنظام، ولا أتكلم عن المنظومة الأمنية أو المنظومة العسكرية التي اخترقتها روسيا وأصبحت الآن تملك زمام أمرها. أنا أتكلم عن فرق عسكرية وألوية عسكرية تخضع خضوعا تاما إلى الإرادة العسكرية وغرفة قاعات حميميم الروسية، وبالتالي وحتى الفروع الأمنية. ولكن في نهاية المطاف بشار أسد يبحث عن مخرج نجاة أن يبقى من أجل أن لا يحاكم على أنه مجرم حرب قام بكل هذه الجرائم باتجاه سوريا. أنا بتصوري بشار الأسد في نهاية المطاف ليس هو المعول عليه في إنهاء الملف السوري، وليس هو الرابح سيكون في نهاية القصة برمتها. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أريد أن أذكر إسرائيل على وجه التحديد ككيان غاصب. إسرائيل تفاجأت في عملية الانسحاب، وهذا أمر يعني أنا أستغربه، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرار في المنطقة بدون إعلام إسرائيل، ولكن يمكن أن يكون تم إعلامها قبيل ساعات ولذا لن يعطيها فرصة لأن يكون لها حضور إعلامي مبرر. أنا بتصوري ويمكن أن يكون هذا الأمر يعني عاد حساباتها لأي معركة عسكرية. إسرائيل كانت تتدخل عسكريا في سوريا لضرب أهداف إيرانية أو ميليشيات تابعة لإيران، وهي تحضر لعملية عسكرية أيضا في لبنان من أجل قضية الأنفاق. الآن إسرائيل في بداية الأمر شعرت أن يمكن روسيا أن يكون لها موقف آخر من هذا التدخل العسكري، وخصوصا نعلم أن روسيا لديها مقدرات رادارات ودفاعات جوية يمكن أن تشركها، لأن لبنان جزء من الخاصة الروسية، وبالتالي الضابط الإيقاع بالنسبة للسماء السوري تتداخل مع السماء اللبنانية. ولكن أنا أرى حقيقة أن الرسالة الأمريكية كانت واضحة، هي متواجدة في قواعد عسكرية حاملة الطائرات موجودة في الخليج العربي وأخرى في بحر الأبيض المتوسط، وهي متواجدة في مناطق يعني على محيط المنطقة، وبالتالي تدخلها العسكري عبر الطيران بأي لحظة، وبالتالي روسيا لن تراهن على أن تخسر إسرائيل في أي عملية عسكرية. وبالتالي أنا أرى حقيقة إسرائيل إذا قرأت الخبر صح سيكون لها عمل عسكري، ستستثمر وبدون أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية عبر ثغرة أمنية تحملها في نهاية المطاف إلى إسرائيل. ليس الكيان الصهيوني خاسرا ضمن هذا القرار الأمريكي؟ لن يكون خاسرا، لأنه إسرائيل يعني وجود جسر جوي كان يعني منذ الخمسينيات ويعني العدوان الثلاثي وحتى حرب 67 و73. نعم. ولم تكن إسرائيل تشعر بأي مشكلة. يمكن أن يكون مكسب بالنسبة لإسرائيل. لماذا؟ لأن إيران التي كانت تتجه إلى الزاوية بشكل كامل وحصارها كان شبه يتم الإجماع عليه، كانت في هذه اللحظة تريد إسرائيل أن تحصد بعض المكاسب. أنا بتصوري الرأي العام العربي لن يقبل لأن تنفذ إسرائيل عبر العمق العربي على مستوى الأراضي العربية، وبالتالي إطلاق إيران من جديد كفزاع بالنسبة للدول العربية والأنظمة العربية سيكون مكسبا إسرائيليا من أجل مزيد من التقارب وتحضير الشعوب لأي عملية تقارب بينها وبين الحكومات العربية التي لا ترى مانعا أو ترى أن إيران تشكل خطرا أكبر من وجود الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين. أكبر الخاسرين الميليشيات الكردية، ميليشيات قسد؟ يعني أنا بتصوري الميليشيات التي كانت تراهن على أن يكون هناك يعني دعم أمريكي لإيصالها إلى سدة الحكم أو دويلة منفصلة أو حتى تواجد على خريطة سياسية، لم يكن هذا الأمر ظاهرا للعيان منذ بداية الثورة وحتى الآن. لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لإشراك هذا التنظيم ما يعرف بقسد على أي طاولة مفاوضات، لم نجده لا في جنيف ولم نجده ولا في أي مظلة مفاوضات. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ترى فيه جزءا من العملية السياسية، وبالتالي أنا برأيي الميليشيات الكردية كانت تعي حقيقة، هي تناور وتلعب بآلية براغماتية ولكن تعي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل. يعني البرزاني الذي كان يمثل مصالح أكبر للولايات المتحدة الأمريكية تخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان مشروع الاستفتاء. ولكن أنا أرى حقيقة أن ما يعرف بقسد استطاعت
أن تلمع صورتها، أن تحصل على تعاطف من الدول الأوروبية، علاقات مزيد من العلاقات من الدول الأوروبية، وأيضا استطاعت أن تتمرس في عمليات عسكرية وعمليات تدريبية، استطاعت أن تستفيد من عمليات تدريب لمقاتليها بشكل كبير، أيضا السلاح النوعي الذي دخل لها، وأيضا العمليات العسكرية التي قامت بها ضد داعش، أصبح لديها يعني هناك فصيل أو كتلة عسكرية متواجدة لها من المقاتلين الأجانب الذين أتوا ليدعم قسد ضد مواجهة داعش. إذن قسد سوقت حالها نفسها إعلاميا على المستوى الأوروبي، بدأت تريد أن تحصد بعض التعاطف الشعبي، ولكن في نهاية المطاف قسد هي الخاسر الأكبر، لأنها في نهاية المطاف يعني تخلت عنها الدعم الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وبدون أن تبلغها. يعني تصور، أنا أعلم يعني أريد أن أصورها ولكن الأمر لا يعني لا يشبه بمثل ذلك، وصلت ورقة طلاقها عبر البريد، يعني لم يطلقها بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتصوري هذا بسبب قزمية ما يعرف البككة، وهذا بسبب وليست المرة الأولى، وليست المرة الأولى، هؤلاء مرتزقة لا يمثلون أي مشروع بالنسبة للحاضنة الكردية. يجب على الشعب والسوري الكردي الحاضنة الكردية أن يفهموا أن هؤلاء مرتزقة وليس لديهم مشروع، وإنما كان يستغلونهم من أجل عبارات برلاقة ولا يوجد حقيقة مثل هذا المشروع. الدور العربي وخاصة الخليجي منه، كان هناك تعويل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء الوجود الإيراني من سوريا ومن ثم من المنطقة بأكملها. ما هو موقف الآن الخليج ضمن هذا القرار وضمن تطبيق هذا القرار إذا تم تطبيقه فعليا وتم سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا؟ أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي ضمانات لإنهاء الوجود، أو ليس لديها رغبة لإنهاء وجود إيران على مستوى الفاعلية والنفوذ على مستوى الإقليم أو المنطقة. لذلك هي تستغل إيران كفزاعة من أجل أن يكون هناك مزيد من الدعم المالي من الموجه من قبل الخليج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ترامب كانت تتعامل بشكل فوقي جدا مع كل الدول من الناحية الاقتصادية، هي توجهت باتجاه الفرقاء في الناتو وطالبتهم بزيادة المبالغ والاستحقاقات، وطالبتهم باستحقاقات قديمة، وهي أيضا تصرح بشكل يعني غير سياسي باتجاه دول خليجية وتطالبهم بمزيد من المال. إذن خروج الولايات المتحدة الأمريكية كان بصراحة يشكل يعني موقفا مفاجئا بالنسبة للدول الخليجية، وهي كان هناك المزيد والكثير من التحضيرات لناتو عربي في مقدمته أمريكا ربما تدعمه أو تقوده. حتى منذ فترة قصيرة كان هناك حضور تحت مظلة التحالف لدول الخليجية من أجل دعم التحالف ودعم قسد على المنحة الإداري والمالي كمنطقة. أنا بتصوري كل هذه الأموال يعني تم الضخ بها مقابل لا شيء. خروج الولايات المتحدة الأمريكية سيعني بمقابل خروج الدول التحالف في نهاية المطاف، وبالتالي كل الأموال التي بذلت وخصوصا في الدفعات الأخيرة قدمت للسراب، يعني كأنها قدمت للأرض. أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها لم تكترث بمواقف الأصدقاء عندما قررت هذا القرار. هذا شأن أوباما عندما وقع الاتفاق 5+1، أيضا لم يكن ينظرون إلى أهمية هذا القرار بالنسبة للدول الخليجية بسبب أن إيران لديها بعد توسعي في مناطق الدول العربية ولديها مشروع طائفي تطرحه بشكل عقائدي وبشكل يعني مبتذل تصدير الثورة. أنا بتصوري عادت الدول الخليجية لتقع بنفس أزمة الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه كبوة وليست بشكل كبير، والسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال لديها قواعد عسكرية سواء في قطر سواء في الدول الخليجية، ولا يزال تواجدها العسكري في العراق. وبتصوري قرارات ترامب المفاجئة وعبر تغريداته ومناوراته بالتغريدات أصبح يتلائم معها يعني الحكام العرب، وكون أن الكثير من مثل هذه التغريدات باتت يعني متعود على المفاجأة فيها. بالنسبة لتنظيم الدولة ومع انسحاب المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكروك مع استقالته في هذه المرحلة، قبل قليل كان هناك عاجل باستقالة ماكروك، أي تأثير وأي انعكاسات لهذا القرار على تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل من الممكن أن يخرج من جديد من جحوره؟
يعني أنا بتصور الاستقالة بالنسبة للمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في قوات التحالف هو شيء طبيعي، لأنه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من التحالف يعني ضد داعش، يعني لم يعد يبقى ممثل للتحالف أو الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التحالف، وبالتالي قرار الولايات المتحدة الأمريكية قرار حقيقي وليس قرار يعني على مستوى سوريا بالذات، وليس قرار مجرد للتشتيت الإعلامي. هذا من جانب. من جانب آخر أنا بتصور داعش، طبعا داعش مشروع الحلم أو مشروع الدولة بالنسبة لها انتهى، ومشروع الخلافة التي حاولت أن تستقطب به أعداد كبيرة من المسلمين في كل بقاع الأرض أصبح الآن تحت الطاولة. أنا بتصوري لم يعد ينطلي على أحد مفهوم الانتهازية السياسية التي قدمها تنظيم داعش من أجل استقطاب هؤلاء العرب أو الأجانب المسلمون في نهاية المطاف. وبالتالي أهم وريدات داعش على المنحى الكمي انتهت، قطعت به السبل. أما على المنحى الأمني كاختراقات أمنية أو عمليات أمنية، أنا بتصوري داعش في نهاية المطاف أثبت في الفترة الأخيرة على أنه تنظيم له التقاء مصالح مع الكثير من الأجهزة الاستخباراتية، وأن كافة العمليات الأمنية التي يقوم بها خارج إطار سوريا والعراق هي عمليات أمنية تمثل مصالح لأجهزة استخباراتية لدول منافسة. هذا بتصوري. أما بالنسبة لأراضي العراق وسوريا، لا يمكن أن يكون هناك إعادة بلورة لتنظيم داعش على مستوى المساحة أو على مستوى الأرض، ولكن سيكون هناك خطر عمليات أمنية من خلال داعش يمكن أن تسمر من قبل النظام، يمكن أن تسمر من قبل إيران، ويمكن أيضا أن تسمر من قبل أجهزة استخبارات غربية لتقوم بالضغوطات على الدول الأخرى. سيستخدم داعش كفزاعة أيضا على مستوى العمليات الأمنية، ولكن في نهاية المطاف كفكرة، وهذا هو الأهم، انتهت الفكرة من حيث المبدأ، ولم تعد يعني هذه الفكرة قابلة للتسويق، ولم تعد تنطلي هذه الكذبة التي قدمها مجموعة البغدادي على أحد. ملخص ما قيل قبل أن ننتقل إلى انعكاسات ذلك على الشعب السوري، على الثورة السورية وحاضنة الثورة السورية، كيف يمكن أن تستثمر هذا الأمر إن صح وصح استثماره الحقيقة؟ هل نستطيع القول بأن أمريكا تسلم الآن الملف السوري أو تسلم سوريا على طبق من ذهب لإيران كما سلمت العراق من قبل أيضا لإيران؟ يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت خلال الفترة الأخيرة أنها لا تجيد دور الدول الاحتلال لفترات طويلة. تدخلها في أفغانستان يعني بعد فترة ما قامت بعملها يعني تدمير أفغانستان أصبح عبئا عليها. أوباما صرح بالخروج من أفغانستان، وحتى هذه اللحظة لا يستطيعون الخروج بسبب العمليات الأمنية التي تحصل، ولم يكرسوا أو يحموا الأدوات التي كرسوها في أفغانستان أيضا بالنسبة للعراق والآن في سوريا. ولكن أنا أرى نظرتي أن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بإرادتها هي لا تريد أن تبقى في مناطق الاحتلال، لذلك خروجها من العراق. صحيح أن أوباما كان مستعجلا في نهاية المطاف، ولكن كان هناك قرار ابتداء بخروج القوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها مصلحة في خروجها ولديها توزيع جيد. هي سلمت إيران كنفوذ باعتبارها دولة مشاطئة حدودية بالنسبة للعراق، وهي أيضا فرغت بالتواجد شمال العراق باتجاه تركيا. هي قدمت لتركيا مناطق شمال شرق العراق، أبقت على وجودها ضمن الدولة المركزية، ولكن كانت لا تتحرك إلا عبر يعني رئة التنفس التي هي الحدود العراقية التركية. الآن قد يتكرر نفس السيناريو، أن تكون إيران متواجدة في المركز وأن تكون تركيا محافظة على المناطق الشمالية شمال سوريا، ويكون ضمن وحدة يعني مع عدم تفكيك سوريا إلى دولتان. قد يكون هذا الأمر موجود. أنا بتصوري إيران تعتبر نفسها فازت بالمعركة، ولكن في نهاية المطاف إيران لديها مشروع أكبر من سوريا، لذلك أي تعطيل لبسط إيران في كامل سوريا هو تعطيل لمشروع توسعي لإيران ضمن المناطق العربية. تأثير ما حدث أو قرار دونالد ترامب الانسحاب من الانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، تأثير وانعكاس ذلك على الشعب السوري، وهل يمكن أن يستثمر هذا القرار الأمريكي؟ حقيقة أنا أرى أن المعارضة السورية والثوار في سوريا والحاضنة الثورية للثورة السورية في سوريا
هم يعني كاسبون يعني كسبوا من خلال انسحاب امريكا. لم يعني وجود الامريكي اي مصلحه للثوره على المنحى العسكري، لم تقدم الولايات المتحده الامريكيه حقيقه اي دعم عسكري او لوجستي لعناصر الجيش الحر على المنحى التي قدمته باتجاه قسد، وبالتالي خروجها لا يعني خساره الجيش الحر لاي مكتسبات. هذا من جانب. من جانب اخر، الولايات المتحده الامريكيه كانت تدعم الطرف الاخر الذي يسبب القلاقل ويقوم بعمليات امنيه واختراقات وتفجيرات في المناطق المحرره، وبالتالي كسر عصا هذا التنظيم عبر سحب الدولة الراعية له أو انسحابها وتخليها عنه أيضا مصلحة بالنسبة للجيش الحر والثوار على الأرض، سيعني لي أن العمليات الأمنية وإن صعدتها قسد لفترة قصيرة ولكن في نهاية المطاف لن يكون لديها منبع لمثل هذه العمليات الأمنية. بالنسبة لموضوع حلم الانفصال الكردي، كان يشكل قلقا وأرقا بالنسبة للثورة السورية. الثوار في سوريا لم يخرجوا في ثورة من أجل تقسيم سوريا، نعم. وكانت قسد تريد أن تستغل هذه الحالة من أجل تقسيم سوريا. إذن الثورة السورية أيضا استفادت بالقضاء على مشروع تقسيم سوريا التي كانت تتبناه ما يعرف بتنظيم البيكاكا، وأيضا هذا مكسب يحق للثورة السورية أن تسر من أجله. أنا بتصوري على المنحى العملياتي وبسط النفوذ سيكون هناك مساحة نفوذ جديدة تكسبها الجيش الحر، وبالتالي أيضا سيكون هناك توسع لنفوذ الثورة السورية حاضنة وكثافة سكانية ومساحة أكبر، وبالتالي مشاركة أكبر على المنحى خريطة الحل السياسي، وسيكون دورها فاعلا أكثر. في السابق كان يقلقنا التزرع الجميع بدعم قسد أن يكونوا على طاولة المفاوضات، أصبحوا الآن وراء ظهور الثورة السورية، وأصبح الوجود الحقيقي نظام قاتل لشعبه وثوار على الأرض ومعارضة يمثلون حاضنة ثورية. قرار انسحاب القوات الأمريكية سهل المهمة العسكرية للجيش الوطني السوري وتركيا من خلفه في عملية شرق الفرات القادمة إن تمت. صحيح، لأنه كان هناك خشية أن يكون هناك حالة صدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وكان هناك خشية حقيقية أن يكون ضغط على تركيا. الآن أصبح الطريق متاح وممهد بشكل أكبر، وبتصوري قوات الجيش الحر سيكون لها دور في عمليا تطهير مناطق شمال شرق سوريا من وجود تنظيم الإرهابي البيكاكا الذي لطالما أرق وجوده السوريين قبل الأتراك. أشكرك شكرا جزيلا سيد ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي السوري، كنت معنا في هذه الحلقة من شؤون إقليمية، شكرا على وجودك معنا. شكرا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في حلقات أخرى من برنامجكم شؤون إقليمية، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شؤون إقليمية. ترسم تصريحات واشنطن الانسحاب من سوريا خلال فترة قصيرة، وفي ظل التهديدات التركية لحلفائها شرقي الفرات بشن عملية عسكرية، ترسم تساؤلات عديدة عن مصير المنطقة، خاصة بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وكذلك المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماغريك. لكن السؤال، من هو الرابح ومن الخاسر، أو إن صح التعبير، ما هي الأطراف الرابحة من قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وما هي الأطراف الخاسرة من هذا القرار؟ نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي السوري. سيد ياسر مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك مشاهدينا. قبل أن نبدأ نقاشنا دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. ابقوا معنا. We've been fighting for a long time in Syria. بوتيرة متسارعة تطورت الأحداث المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا وسط إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هزيمة تنظيم الدولة هناك بتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، فضلا عن ترحيب روسيا بخطوة واشنطن. قرار أمريكي لاقى تساؤلات كثيرة حول ماهية المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تعقيدات عسكرية وسياسية تشهدها المنطقة. الخارجية الروسية اعتبرت أن الانسحاب الأمريكي سيؤثر إيجابا على تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعلى الوضع في منطقة التنف الحدودية بين سوريا والأردن. الأكراد بدورهم اعتبروا أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيخلق فراغا سياسيا وعسكريا في المنطقة، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار أن أمامهم الآن منبج وشرق الفرات. أحداث وتداعيات تزيد الأمور تعقيدا وضبابية في مشهد أشبه ما يكون بالرمال المتحركة، فلم يمضي أسبوع على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية للمعارضة السورية من مغبة المشاركة في أي عملية عسكرية تركية في شرق الفرات، لتعلن بعدها واشنطن نيتها الانسحاب بشكل سريع ومفاجئ من سوريا. ووسط توالي التصريحات الأمريكية على ألسنة مسؤوليها عن الانسحاب وتأكيد حتميته، يرسم المشهد علائم صراع دولي جديد في منطقة شرقي الفرات، كون الانسحاب الأمريكي إن حصل سيترك فراغا كبيرا وسيكون مدعاة للصراع، ممثلة بتركيا الرامية لتطهير حدودها وروسيا الراغبة بفرض سيطرتها وإيران ومطامعها التوسعية في المنطقة. فما الذي ستؤول إليه الأمور بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا؟ ومن سيكون الرابح من هذا الانسحاب؟ يتساءل سوريا. تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير، عود ورحب بالسيد ياسر نجار الأكاديمي والمحلل السياسي السوري. إذن موضوع حلقتنا حول قرار الانسحاب الأمريكي أو الانسحاب الترامبي للقوات الأمريكية من سوريا، في أي سياق من وجهة نظرك ترى هذا القرار في هذه المرحلة بالتحديد مع تزايد استعدادات تركيا لخوض معركة ضد الميليشيات الكردية شرقية الفرات؟ حياكم الله. يعني حقيقة قرار ترامب من خلال التغريدة، بدأها بالتغريدة، يعني كان شغل الإعلام العالمي ككل. وجدنا أن وسائل الإعلام الأمريكية التي كانت مشغولة بقضية الخاشقجي أو بقضايا الضغوطات التي توجه إلى ترامب أصبحت كلها مجندة حول تحليلات لماذا خرج ترامب بهذا القرار، وأيضا الأوروبيين وأيضا كل وسائل الإعلام. أنا بتصوري ترامب استطاع فعلا بحركة ذكية أن يكون له سبق بهذا القرار، والغاية يعني أنا أريد أن أقول روسيا كانت تدعم تركيا باتجاه قرارها بالتدخل العسكري وعملياتها العسكرية باتجاه مناطق تواجد البككا أو ما يعرف بقسد، وبالتالي وأيضا إيران كانت يعني تعطي رسائل أو تصدر رسائل بأنها تدعم مثل هذا القرار، ومن حق تركيا أن تقوم بحماية حدودها. وبالتالي تركيا كانت ماضية وعبر تصريحات رأس الهرم في تركيا رجب طيب أردوغان قال أن هناك عملية عسكرية وخلال أيام معدودة. أنا بتصوري كانت روسيا تراهن على عملية تجاذب تحصل ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إما أن يكون هناك صدام عسكري وبالتالي سيكون هناك مكسب إلى فك أو تفكيك ما يعرف في حلف الناتو. تركيا كما تعلمون جزء أساسي في حلف الناتو، وبالتالي أي اشتباك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا سينعكس بالسلب على الناتو، وبالتالي ستكون الكاسب الأكبر هي روسيا التي هي العدو الأول بالنسبة للناتو، أو سيكون هناك إقناع من الولايات المتحدة الأمريكية لأردوغان أو ضغوطات من أجل التخلي عن هذه المعركة، وبالتالي ستشعر تركيا إلى أنها يعني ضغطت عليها وستذهب أيضا باتجاه روسيا. أنا بتصوري كرة النار التي أرادت أن تقذفها روسيا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أدارها ترامب من جديد وأصبحت في الحضن الروسي. والسبب في الحضن الروسي أيضا لماذا؟ لأن روسيا التي وعدت بأنها ستدعم القرار التركي في هذه المعركة أصبحت الآن لا تستطيع أن تطلب من أردوغان أن يتخلى عن هذه المعركة التي أعطت الضوء الأخضر الولايات المتحدة الأمريكية لها. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية سيعزز يعني الطرح التركي بعملية عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا. لكن تركيا أجلت المعركة بعد هذا القرار. تأجيل المعركة هو تأجيل لوجستي وليس تأجيل سياسي، وأنا بتصوري يعني تركيا مقبلة على هذه المعركة
حتى بعد قرار انسحاب الأمريكي. لن تستطيع روسيا أن تقنع تركيا بتخليها عن هذه المعركة إلا في حالة واحدة، إذا ما تخلت يعني قصد عن نفسها، أي إذا ما تخلت روسيا والنظام وقدموا قادات البيكيكا التي تدير ما يعرف بتنظيم قسد في الداخل السوري، قدمتهم على الطاولة إلى أردوغان، وأن يتصور يكون هو هذا الانتصار الحقيقي لتركيا. سيد ياسر، هنا أيضا هذا يجعلنا نتساءل، هل هذا الانسحاب أو قرار الانسحاب الأمريكي يعد تكتيكيا في هذه المرحلة، وهذا الأمر خاص بمعركة شرق الفرات أو شرقي الفرات، أم أن هذا قرارا استراتيجيا يتبعه انسحاب كامل لأمريكا من الملف السوري؟ يعني أنا بتصوري يمكن أن نعزو أيضا تصريحات ترامب كما هي التصريحات الروسية قرارات بالانسحاب، ولكن على الأرض لا نجد في نهاية المطاف انسحابات حقيقية، وإنما انسحابات تكتيكية كما ذكرتها بتعليقك. أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية قالت أن سوريا لا تعني لها الكثير، وأنها هي يعني ما يهمها بشكل أكبر هي ما يحصل في بحر الصين، ما يهمها بشكل أكبر هي حماية إسرائيل، ما يهمها بشكل أكبر عمليا أن تكون هي مهيمنة على القرارات بالشكل النهائي، ولكن هي لا ترى في سوريا أهم من الملف العراق، وبالتالي هي انسحبت من العراق عندما شعرت أن يعني ترامب في نهاية المطاف يحسبها كتاجر. هو يريد أن يقول إذا كانت سوريا تدر له المال فسيبقى، إذن يجب على من يريد لأمريكا أن تبقى في سوريا يجب أن يحضر الفاتورة، وبتصوري كانت الفاتورة السابقة وانتهت. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مضطرة كما صرح ترامب وليست تصريحاتي أن تبقى في سوريا بدون طائل، إذن سوريا بالنسبة لترامب هي قضية توازن أو هيمنة أكثر من أي قضية مصالح. لكن سيد ياسر، كانت هناك أهداف لأمريكا وضعتها عند دخولها للملف السوري، على سبيل المثال إنهاء داعش، إنهاء تنظيم الدولة، أيضا إنهاء الوجود العسكري الإيراني في سوريا، إحداث توازن سياسي في مرحلة ما بعد الحرب وبعد تنظيم الدولة. هل هذه الأهداف حققت منها أمريكا شيئا حتى الآن؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأس الهرم ترامب يرى في أي قرار بالنسبة له، أنا أريد أن أعرج على نقطة أن ترامب أيضا شغل هذه الضغوطات التي كانت توجه عليه، وأراد أن يشغل مؤسسات الدولة الأمريكية بهذا القرار على أن تضغط عليه باتجاه المحاكم أو باتجاه ما نعرف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أريد أن أقول أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت كانت المسوغ القانوني لها عبر محاربتها لداعش شكلت ما يعرف بقوات التحالف، ولكن في نهاية المطاف هي ذكرت في نهاية الأمر أن إيران يجب عليها أن تخرج من سوريا، ولكن كانت تصريحات جيفري واضحة بالنسبة للقرار أننا لن نخرج إيران بقوة السلاح، وإنما سنضغط على إيران من أجل أن تخرج. الآن كما ذكرت في البداية كرة النار أصبحت الآن في الملعب الروسي، روسيا يجب عليها أن تضبط إيران، لأن إيران أصبح لديها هاجس السيطرة على المنابع النفطية التي تسيطر عليها قسد، وبالتالي سيكون هناك خلاف روسي إيراني أيضا على مكتسبات خروج أمريكا، وأيضا يجب عليها أن تلبي الطلب التركي بضبط الحدود الشمالية، وإذا روسيا أيضا ستعاني من عمليا ضبط العلاقة ما بين حلف الناتو. أنا أريد أن أقول كان هناك على التصريح على لسان جيفري يجب أن ينتهي ملف الأستانة، والنتيجة صارت أن ملف الأستانة سينكمش على نفسه من خلال خلافات بين قوى الدول أو الدول التي شرعت أستانة. إذن خلاف إيراني روسي تركي على مفترق الطرق، وبالتالي هذا هو قرار إنهاء ملف أستانة التي صرحت عنه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الأهداف التي وضعتها أمريكا لم تحقق منها شيئا حتى الآن، يعني تنظيم الدولة لا زال هناك خطر تنظيم الدولة، إنهاء الوجود الأمريكي موجودة، إحداث توازن تحدثت فيه، لكن هل أمريكا يمكن أن نقول بأنها تخرج رابحة من الملف السوري أم أنها خاسرة؟ الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في الحرب على داعش عبر الطيران، ونعلم جميعا أن خروجها من سوريا سيكون على بضعة كيلومترات إلى قواعد في العراق، وبالتالي هي تستطيع أن تتدخل من جديد وبأي لحظة عبر عمليات جوية، ولكن استبدال ما يعرف بقسد أو البيكاكا بقوات تركية حليفة سيشرخ، أو يعني تستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية هي قالت أن قوات قسد هي داعم عسكري لها أو زراع عسكري
علينا وليست كانت تعنيها بأي شيء بالملف السياسي. لذلك لم نجد أي تكريس لوجود قصد على الملف السياسي في المعارضة السورية طوال السبع سنوات. لم تطط أمريكا باتجاه ترسيخ وجود قصد على الناحية السياسية. لذلك أنا بتصوري الولايات المتحدة بالنسبة لداعش على وجه التحديد هي متواجدة وتستطيع أن تتدخل من قاعدة أنجرلك إلى القواعد الموجودة في الموصل أو الشمال العراق. إذن لا مشكلة لديها بالنسبة لموضوع داعش. أما بالنسبة لموضوع إخراج إيران فأنا بتصوري إخراج إيران على المنحى العسكري هو قاب قوسين أو أدنى لأنه يشكل مصلحة أمريكية روسية وليس مصلحة أمريكية فقط. وأنا بتصوري روسيا في نهاية المطاف ستحاول أن تقنع إيران بآليات خروج الميليشيات التي تدعمها في حين أن إيران تسيطر على ملفات مدنية متواجدة في الداخل وتسيطر وتريد أن تتدخل على ملفات اقتصادية وأيضا ملفات ذات بعد عقائدي. طيب هنا سؤال أيضا سيد ياسر فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في سوريا. هل وجود القوات الأمريكية كان ضابطا لإيقاع الحرب في سوريا وخاصة أن المتداخلين في الشأن السوري كثر؟ أمريكا، روسيا، قوات فرنسية، قوات بريطانية، الكيان الصهيوني، إيران، تركيا أيضا تحمي حدودها في الشمال، كل هذه الأطراف متداخلة، هناك ميليشيات إيران. هل كان وجود القوات الأمريكية ضابطا لإيقاع هذه الحرب وبالتالي بعد خروجها يمكن أن تحدث فوضى في سوريا أكثر مما حدث قبل ذلك؟ أنا بتصور بالنسبة للدول التي كانت متواجدة أو التي ذكرتها هي متواجدة على الأراضي السورية فعلا كانت تنظر إلى رأي الولايات المتحدة الأمريكية عبر أي عمليات عسكرية تحصل على الأرض وتشعر أن في نهاية المطاف لا تستطيع أن تتصرف بشكل منفرد وبالتالي يجب أن تتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا أرى حقيقة أن من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية هي ما يهمها الآن مصلحة. قد يكون هناك على سبيل المثال تصعيد عسكري باتجاه إيران. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك اختراق أمني عبر ميليشيات إيرانية متواجدة في مناطق شمال شرق سوريا أن تدخل عبر ثغرة أمنية وتحدث مشكلة حقيقية في القواعد العسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط بعملية عسكرية حقيقية. أو قد يكون هناك تصعيد في الأيام القادمة من قبل إسرائيل باتجاه حزب الله في الأراضي اللبنانية بسبب قضية الأنفاق ولا تريد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تجر كما ذكرت عبر ردود أفعال أمنية قد تقوم بها هذه الميليشيات التي تريد أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى معركة على بشكل مباشر. أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع عبر قواعدها سواء في البحر المتوسط أو القواعد المحمية ذات عمق أبعد في مناطق شمال العراق تستطيع أن تتدخل وأيضا في الخليج العربي تستطيع أن تتدخل وتدعم أي عملية عسكرية سواء لإسرائيل أو عملية ضد داعش أو حتى عملية ضد إيران ولكنها لن تعاني من أي ثغرة أمنية كون وجود 2000 وهم من الخبراء على الأراضي السورية لا يشكلون مناعة عسكرية حقيقية. يعني يأتي أيضا في إطار حماية قواتها من أي عمليات إيرانية. وأنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية هي آخر ما تريده أن يكون هناك حرب في المنطقة وهي تشارك فيها. هي تقبل بوجود حرب في المنطقة ولكن لا تريد إلا أن تتدخل كالشرطي يفصل بين المتقاتلين وهي ستسر بأي احتراب ما بين الدول ولكن هي بشكل مباشر لن تقبل أن تجر إلى معركة حقيقية. كما أن روسيا أيضا لا تريد أن تتدخل في عملية عسكرية بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. طب كيف ترى في هذا الإطار كل هذه المعارضة داخل أمريكا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء على مستوى البنتاغون على مستوى الكونغرس على مستوى الخارجية حتى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون؟ أنا أرى حقيقة أن ترامب يعني ليس هو الرجل المتمكن سياسيا وإنما لديه فريق عمل ليس هو الذي يظهر علينا في الواجهة وبالتالي هناك مشكلة حقيقة في المؤسسات الأمريكية. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات وهي تشعر أن ترامب يتجاوز عبر صلاحياته ولكن يتجاوز حتى من خلال فريق العمل الذي أوصل به إلى سدة الحكم. نحن نتكلم عن الخبراء ومجموعة الأشخاص الذين ساعدوا ترامب في حملته الانتخابية الآن أصبح معظمهم خارج إطار التفعيل الحقيقي. أنا حتى كثير من السيناترز الجمهوريين على سبيل المثال اعترضوا على قرار دونالد ترامب. صحيح هذا الكلام ولكن أنا برأيي ترامب أيضا يريد أن يقول أن من صلاحياته يستطيع أن يتصرف هذه التصرف حتى على عكس مصالح الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية كونه يشعر أن هناك تفاعل غربي
على مستوى داخلي مع الدولة العميقة في مزيد من الضغط على ترامب. الجميع كان يتحدث متى ستنتهي يعني سيكون هناك انقلاب على ترامب، متى سيكون هناك عملية إقصاء لترامب أو قتل لترامب. الآن الكل يعني يبصم بالعشرة أن ترامب سيكمل دولته ولكن لن يكون له حظ في الدورة القادمة. إذن ترامب استطاع أن يشغل الدولة العميقة والمجموعة التي تضغط عليه في سياساته الداخلية أن يشغلهم بعيد عنه عبر مثل هذه القرارات. ولا أرى حقيقة أن يمكن على المستوى المؤسساتي لدولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على ترامب أي عكس ما القرارات التي صدرها أخيرا. هناك كثير من الخبراء والمحللين السياسيين تحدثوا عن المصالح الأمريكية بالتحديد شمالية شرق الفرات فيما يتعلق بالثروات في بطن الأراضي السورية. هل هذا الانسحاب يعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن استطعنا القول حصتها من سوريا من حيث الثروات السورية، أم أن هناك من سيملأ هذا الفراغ ويكون وكيلا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر؟ يعني دعونا لا يعني نضخم الأمر. سوريا لا تعني بالثروات بالمقارنة للعراق بشيء. يعني سوريا تقريبا ثروتها النفطية حوالي 300 ألف برميل في اليوم. والغازية سيد ياسر، حتى الغازية هي في طور يعني لم تصل بعد إلى طور الاستثمار، هي لا تزال في طور التنقيب وطور إيصال البنى التحتية. تعلم أن عملية استخراج الغاز يحتاج إلى بنى تحتية من أجل الإيصال والضخ، على عكس النفط يكون مجرد حفر الآبار ومن ثم يستطيعون النقل حتى لو عبر سيارات. أنا برأيي سوريا وبالذات مناطق شمال شرق سوريا هي منطقة غنية بالنسبة لسوريا ولكن لا تعني شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عبر التقنية الجديدة في استخراج النفط الصخري ستكون في القادم من الأيام تضخ نفط بشكل أكبر من روسيا والمملكة العربية السعودية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي وجودها مجرد وجود ضابط إيقاع، وجود شرطي للمنطقة، وجود هيمنة أكثر منه وجود ذات مكتسبات اقتصادية. أنا بتصوري سوريا تحتاج في القادم من الأيام إلى عملية إعادة إعمار تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات وليس لديها كفاية عبر الموارد الذاتية. سوريا ليست الكويت التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وحررتها. سوريا دولة قد تكون على المنحى الجغرافي لها أهميتها وحدودها مع إسرائيل ككيان غاصب لفلسطين أيضا له قيمته، ولكن على مستوى الثروات ومستوى الإمكانيات الاقتصادية فسوريا وحتى 20 سنة قادمة ستكون مكبلة بالديون ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن لروسيا دولة تعاني اقتصاديا أو إيران دولة تعاني من العقوبات الاقتصادية أن تستفيد من ما يعرف بسرقة الاقتصاد السوري المحدود، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تعنيها شيء في نهاية المطاف. العراق الذي يضخ أكثر من 3 إلى 4 مليون برميل نفط يوميا وتخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني 10 أضعاف سوريا بالنسبة للثروة النفطية. من وجهة نظرك من سيملأ الفراغ على الأرض في سوريا؟ طبعا من حيث الظاهر ستكون تركيا هي في المقدمة، سيما أن تركيا تمثل دول الناتو وهي موجودة أيضا في التحالف، وسيكون هناك نسبية التنسيق مع بعض الدول التي ستبقى ضمن إطار التحالف لفترة مؤقتة ومحدودة لكون جميع الدول لا تستطيع أن تنجز أي شيء في التحالف بدون وجود الولايات المتحدة الأمريكية إلا تركيا، كونها تعني الأمر يعنيها بشكل مباشر. أنا أتكلم عن حدود سورية تركية ومئات الكيلومترات تحتاج تركيا إلى أن تؤمن حدودها، وبالتالي هي لن تتخلى سواء بوجود التحالف أو عدم وجود التحالف عن عملية بسط السيطرة الأمنية على هذه المناطق الحدودية. هذا من جانب. من جانب آخر أنا بتصوري ستسعى روسيا إلى تمكين النظام، ووجدنا هذا الأمر بدأ يتجلى من خلال الضغط باتجاه البيكاكا. سمعنا أن قيادات تركية من البيكاكا خرجت من مطار السليمانية وذهبت إلى مطار دمشق لتتباحث مع النظام السوري حول النفط مقابل الحماية، أي تقدم هذه القوات كل محصول النفط. يعني نعلم أن القسد تمرر النفط إلى النظام منذ الأيام السابقة ولكنها كانت تتقاضى مقابل ذلك الأموال. الآن ستتخلى عن مال النفط من أجل أن يتم حمايتها. أنا بتصور روسيا لن يعنيها أن يعني تحمي قسد أو البيكاكا على حساب علاقتها مع تركيا، لذلك هي ستضغط
بأن تتلاشى ما يعرف قوات قسد أو البككة المتواجد في سوريا، وسيكون النظام سيشغل مناطق النفطية. تركيا ستشغل الشريط الحدودي وعمق حوالي 30-40 كيلومتر، وسيبقى مناطق فيما بين المنطقتين، ستكون هناك إدارة للعشائر وإدارة للمواطنين الأصليين سواء الكرد أو التركمان أو العرب. يعني تؤكد سيد ياسر بأنه تأجيل تركيا لعملية شرق الفرات أو معركة شرق الفرات هو تأجيل لوجستي فقط، يعني تكتيكي، وسيكون هناك معركة. سيكون هناك معركة إلا في حال سيناريو تسليم قوات قسد بشكل مباشر إلى النظام السوري، ومحاولة روسيا يعني الضغط على تركيا إلى أن يكون النظام هو المتواجد بشكل مباشر في كافة هذه المناطق، ولكن لا إمكانيات لوجستية لدى النظام لفرض سيطراته بهذا المكان، لا سبيل لإقناع قسد أن تتخلى عن مشروعها بشكل كامل. هي لا تريد المواجهة مع تركيا، ولكن هي أيضا لا تريد أن تتخلى عن ثرواتها وإمكانياتها. لا تريد، ولكنها ليست مجبرة بعد هذه الطعنة كما سموها طعنة أمريكية. إذا ما فعلت ما يعرف قوات قسد أو البككة، الحقيقة هي من يدير القسد هي بككة في سوريا، إذا ما فعلت هذا الأمر فسينتهي مشروعها إلى الأبد، لأنها كانت تحاول أن تستقطب تعاطف من الحاضنة الكردية المتواجدة في المنطقة على أساس لديها مشروع وطني، والآن هي تقدم هذا المشروع على طبق من ذهب إلى النظام وتتخلى عن المواجهة في تركيا. ستظل تقاتل. أنا بتصور هي لن تظل تقاتل، هي ستحاول أن تبحث عن فرجة تريد. هي أمامها حلان الآن، إما أن تذهب إلى حضن النظام ولكن من خلال إبقاء على وجودها ضمن بلديات ضمن محليات وضمن مساحة جغرافية بعيدة عن 40 كيلومتر التي ستتدخلها بها تركيا بشكل عسكري، أو ستتعاون مع ما يعرف بالبشمرجة السورية. وأنا برأيي خطر البشمرجة عليها أكبر من خطر النظام، لأن البشمرجة هم من الأكراد السوريون ولديهم مشروعهم، وبالتالي كانوا يشترطون عليهم فيما قبل أن لا يتدخلوا ويحتكوا مع الحاضن المجتمعي. إذن وجود البشمرجة روج آفا، يسمون بشمرجة روج آفا في الداخل في مناطق قسد، سيكون هم المشروع الأكبر بالنسبة للحاضن الكردية على حساب قسد، وبالتالي سيتلاشى مشروع قسد أو مشروع البككة السوري. إذن هم أمام خياران لا ثالث لهما، إما مواجهة أو تلاشي. تلاشي إما أمام روج آفا البكك الروج آفا البشمرجة روج آفا، أو تلاشي أمام قوات النظام. وأنا بتصوري هي تستطيع أن تقول أن النظام ضعيف، وهي يمكن أن تحقق منه جزئية المصالح. وأيضا روسيا لا تريد أن تتلاشى قسد بالكامل، لأنها تريد أيضا أن لا تخسر تركيا. هي وعدت بدعم العملية العسكرية لتركيا في مناطق شمال أي روسيا. سيناريوهين أقرب للميليشيات الكردية قسد في تركيا في سوريا، الذهاب للنظام أم للبشمرجة؟ أنا بتصوري البشمرجة هي تخشى منهم كما ذكرت على المنحى الاجتماعي وعلى منحى المشروع في نفس المساحة التي يشغلونها، وهم أيضا يخشون أن يكون هناك تفاعل في نهاية المطاف تسليم البشمرجة روج آفا بتنسيقهم مع الأتراك، تسليم قياداتهم وتسليمهم إلى تركيا، لذلك سيكونون أقرب منهم إلى النظام، وخصوصا أن النظام كما ذكرت ليس لديه إمكانات لوجستية لتغطية كل هذه المساحات، ولا تريد روسيا أن تفعل الميليشيات الإيرانية في كل هذه المساحات أيضا. روسيا تريد أن تخرج إيران على مستوى الميليشيات، وهي الآن أمام ثغرة أن قوات النظام ليس لديها هذا العديد ليشغل كل هذه المساحات، وبالتالي هي ستحتاج القليل من الميليشيات، لذلك هي لن تتخلى عن كامل قسد، ستبقي قسد ولكن بمساحات وباتفاق مع الجانب التركي، بحيث تضمن تركيا في نهاية المطاف تريد أن تضمن مناطق تركية ولا تريد أن تضمن المناطق السورية. ليس وظيفة في نهاية المطاف حماية سوريا كعمق، هي تريد أن تحمي عمق الاستراتيجي الأمني على الحدود السورية التركية. نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لمعرفة الأطراف الرابحة والخاسرة من قرار دونالد ترامب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.